السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، طلاب سنة رابعة جداد. خلاص احنا دخلنا كده على ليفل الوحش، سيبنا سنة تالتة اللي ما كانش فيها اي امتحانات ولا حاجة، ودخلنا على سنة رابعة بالمناهج الجديدة والمواد الجديدة. هنبدأ ناخد مهارات، وهنبدأ ناخد تكنولوجيا وعلوم ودراسات وايه حاجات كده جميلة. فالنهاردة بإذن الله هنتكلم أو هنشرح أول درس من دروس المحور الأول في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والدرس الأول عندنا بيتكلم عن المستكشف النشط. يعني إيه بقى المستكشف النشط؟ الأول كده تعالوا نفكر مع بعض ونتفاعل مع بعض. لو جينا نقول إيه هي الأدوات أو الحاجات اللي إحنا بنستخدمها عشان نستكشف حاجة موجودة في باطن الأرض؟ لو وقع منك جنيه معدن، جنيه وقع منك واستخبى في التراب وفي الرملة، لو انت معدي من عليه كده تقدر تشوفه؟ ما تشوفوش، ما تعرفش ان تحت رجلك في جنيه مستخبي في الرملة، صح؟ هم اخترعوا ادوات واجهزة بتمشيها كده على سطح الارض، لو في اي حاجة معدن او فيها اي حاجة مستخبية في باطن الارض بيبدأ يديك انذار كده ان في حاجة في الحتة دي، تمام؟ طيب حاجة كمان، احنا عندنا علماء الآثار بيدوروا ان هم يلاقوا اكتشافات جديدة. مش بتسمعوا ان هم لقوا مقبرة كذا، مقبرة رمسيس كذا مثلا في المكان الفلاني، وكل يوم تسمعوا كده في التلفزيون وعلى قناة ناشونال جيوغرافيك ان في كشف أثري جديد موجود في اي مكان في مصر، صح؟ طيب ايه هي بقى الأدوات او الاجهزة اللي احنا بنستخدمها عشان نكتشف حاجات الاثرية اللي تحت الارض او المعادن اللي تحت الارض؟ فكر كده معايا وقولي. طيب عندنا يا اولاد شخصية او عالم شهير اسمه البرت لاين، عالم اثار بيلف حوالين العالم عشان يكتشف مواقع اثرية جديدة. ميزة البرت لاين او العالم اللي موجود معانا ده اللي هو صورته موجودة قدامنا دي، تمام، ميزة العالم ده ان هو بيستخدم ادوات تكنولوجية حديثة جدا في اكتشاف المواقع الاثرية حول العالم، تمام. هو محتاج ايه يا اولاد؟ محتاج 3 اجهزة عشان خاطر محتاج 3 اجهزة عشان خاطر يقدر يلاقي المواقع الأثرية بتاعته دي أو يعمل كشف أثري جديد. أول حاجة محتاج جهاز يحدد له الموقع الأثري على سطح الأرض ده موجود فين. تاني حاجة محتاج جهاز يكشف عن أي آثار موجودة تحت الأرض من غير ما يحفر، صح؟ تالت حاجة محتاج جهاز يكشف عن أي معادن، يكشف بقى عن الكنوز والذهب والألمونيوم والنحاس، أي معدن موجود تحت الأرض أو في باطن الأرض. وده هيودينا لحتة مهمة قوي، إن هو إحنا بنستفاد إيه من أدوات تكنولوجيا المعلومات في اكتشاف الآثار زي الـ3 أجهزة دول؟ بنستفيد ايه؟ انخفاض تكلفة، يعني ما بنصرفش كتير لان احنا ما بنحفرش في اي مكان وخلاص، بنحفر في مكان متأكدين ان هو في تحته مقبرة اثرية، صح؟ عشان انا بستخدم ادوات حديثة بتبين لي ده من قبل ما احفر اصلا، تمام؟ طيب انا كده بستغل الوقت بشكل صحيح، يعني ما بضيعش وقت على الفاضي، ما بصرفش فلوس كتير على الفاضي، تمام. وكمان ده بيخليني ان انا اقدر اكتشف اماكن كتير في وقت قليل، صح؟ تمام. طيب بعد كده عندنا اول جهاز بقى، ركزوا معايا من اول هنا اللي جاي ده مهم جدا. 3 اجهزة هناخدهم في الدرس ده. الجهاز الاولاني جهاز اسمه GPS لتحديد المواقع. يمكن انتوا بتسمعوا كتير عن كلمة GPS دي، يقول لك انا مش عارف اروح المكان الفلاني، عايز اروح مستشفى كذا، فيكتب على GPS مستشفى الرياض مثلا، فيبدأ الجهاز زي ما احنا شايفين في الصورة كده يحدد له هي موجودة فين، ويبدأ يتحرك هو والجهاز معاه، فيبدأ يوديه على يرسم له طريق كده يمشي بيه على المكان اللي هو كتبه في الجهاز بتاعه. يبقى جهاز GPS وسيلة لتحديد الأماكن فوق الأرض باستخدام ايه؟ باستخدام الأقمار الصناعية. يعني لو جالنا في امتحان وقال لك ايه هي او جهاز يستخدم لتحديد الاماكن فوق سطح الارض باستخدام او بواسطة الاقمار الصناعية، يبقى على طول كده هنقول له جهاز الجي بي اس.
طيب بعد كده عندنا جهاز الرادار المخترق للأرض، وزي ما احنا شايفين في الصورة ده بيبقى جهاز ليه عجل كده او ممكن كمان يحمل في الايد ويفضل يمشوه كده على سطح الارض عشان يكتشف اي جسم موجود في باطن الارض مدفون احنا مش شايفينه. تمام، زي ما احنا لسه كنا بنقول عالم الاثار ألبرت لاين كان بيستخدم الجهاز دوت عشان يكتشف اي اثار او اي حاجة اثرية موجودة في باطن الارض. يبقى جهاز الرادار المخترق بنكتشف بيه الاجسام وانا بأكد على موضوع كلمة الاجسام في جهاز الرادار المخترق للارض، لان احنا بعد كده هناخد جهاز اسمه المقياس المغناطيسية بيكتشف المعادن في باطن الارض، ولكن فلازم تبقى محدد بين الاثنين. طالما قال لي جهاز يستخدم لاكتشاف الاجسام المدفونة يبقى على طول جهاز الرادار المخترق للارض. تمام، الجهاز الثالث بيقول جهاز مقياس المغناطيسية، وده جهاز احنا بنستخدمه عشان طالما مقياس مغناطيس او مغناطيسية، طالما قال لك كلمة مغناطيسية يبقى على طول تقول له ان ده جهاز لقياس المجال المغناطيسي لاكتشاف او جهاز يستخدم لاكتشاف المعادن الموجودة في باطن الارض. زي ايه بقى المعادن دي؟ زي مثلا الذهب، الالومنيوم، النحاس، وطبعا ألبرت لاين بيستخدمه بيكتشف الذهب لان اغلب المقابر الموجودة الاثرية الموجودة في باطن الارض فيها ذهب، فده برضو بيوصلهم للمقابر اللي موجودة عندهم في باطن الارض. تمام، يبقى احنا خدنا لحد دلوقتي 3 اجهزة مهمين في الدرس الاول اللي بيعلن عنهم ألبرت لاين او اللي بيستخدمهم ألبرت لاين، جهاز الجي بي اس عشان يحدد الاماكن فوق سطح الارض، وجهاز الرادار المخترق للارض لاكتشاف الاجسام اقول اهو المدفونة في باطن الارض، والتالت جهاز جهاز مقياس المغناطيسية وده يستخدم في اكتشاف المعادن الموجودة تحت الارض او في باطن الارض. بعد كده ننتقل الى جزء الاسئلة، انتهى الدرس كده بس ناخد شوية اسئلة كده عشان نشوفكم كده مركزين معانا ولا لا، وانا مش هحل الاسئلة، انا هقرا لكم الاسئلة، ولكن حل الاسئلة هستناه منكم في التعليقات تحت الفيديو دوت، واللي هيجاوب صح هنزل اسمه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اولا اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس، وهنقول 1 استطاع سائق السيارة الوصول للاماكن بسرعة رغم انه يزور المدينة لاول مرة. هذا يعني انه استخدم جهاز ايه؟ يعني انا رحت محافظة جديدة، سافرت مثلا القاهرة وعايز اروح المتحف المصري، تمام؟ فهستخدم جهاز ايه عشان يوديني المتحف المصري؟ هستخدم، ايوه بالظبط، الله ينور عليك، زي ما انت قلت كده. طيب رقم 2 جهاز يكشف ما يوجد من اجسام في باطن الارض، خد بالك بيقول لك اجسام في باطن الارض، الرادار المخترق للارض ولا مقياس المغناطيسية ولا الجي بي اس. 3 جهاز يكشف ما يوجد من اجسام، المرة دي بقى قال لك ايه؟ اجسام معدنية في باطن الارض، برضو ده هيبقى الرادار المخترق للارض ولا مقياس المغناطيسية ولا الجي بي اس. السؤال الثاني ده علم صح او خطأ امام العبارات الاتية: 1 يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس لاكتشاف المعادن، صح ولا غلط؟ الجي بي اس واكتشاف المعادن، صح ولا غلط؟ طيب رقم 2 اعتمد المهندسون على جهاز مقياس المغناطيسية لتحديد اماكن البناء، صح ولا غلط؟ برافو عليك يا اللي قلت. يستخدم الرادار المخترق للارض لاكتشاف الاجسام المدفونة تحت الارض، هو الرادار المخترق للأرض بيكتشف الأجسام المدفونة تحت الأرض، صح ولا غلط؟ هستنى الإجابات بتاعتكم تحت الفيديو، وزي ما قلت لكم اللي هيجاوب صح هنزل اسمه بتعليقه في الفيديو اللي جاي.